السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في المعجم القانوني العملي للسادة القانونيين، الفصاحة القانونية. الفصاحة القانونية ليست مجرد مفهوم أو مصطلح قانوني، بل أنا أدعوها علما قانونيا وأطالب بهذا. لماذا؟ لأن القانون له وجهان، وجه تنظيري ووجه عملي. الوجه العملي هي الصناعة القانونية، صناعة المرافعة، صناعة الصياغة، صناعة الحماية، صناعة المدافعة القانونية، صناعة الجدل القانوني. ويمكننا النظر بناء على ذلك إلى القانون على دربين: قانون تنظيري، نظرية قانونية، إطار نظري قانوني، معرفي، مفاهيمي، أيا كان. هذا لأساتذة الجامعات وفقهاء القانون وللمؤسسة التعليمية القانونية. وهناك وجه آخر، وجه عملي للقانون. هذا الوجه العملي يستدعي الفصاحة فيه جزءا رئيسا، وذلك على مستويين. المستوى الأول هو في صناعة البناء القانوني، أو صناعة الصياغة القانونية، أو صناعة الكتابة القانونية. هذه الصياغة، هذه الكتابة، هذه الممارسة العملية في بنيان التشريعات وبنيان اللوائح والأوراق القانونية والأوراق القضائية والأوراق الرسمية تستدعي بالضرورة الفصاحة. الفصاحة لماذا؟ لأن القانون يبنى على الوضوح، والفصاحة ما هي إلا الوضوح والبيان. وتحت الرغوة اللبن الفصيح، أي الواضح البين، كما قالت العرب وكما ضربت بذلك المثل. إذن الفصاحة علم متطلب ضروري من العلوم القانونية، أقول الرئيسة والأصيلة، نعم، وليست علوم الآلة فحسب. هذا على المستوى البنائي الكتابي الصياغي. أما المستوى الثاني الذي لا يستغني عن الفصاحة القانونية باعتبارها علما قانونيا ذو أصول لغوية، لا بأس، العلوم تتكامل، العلوم تتداخل، ولا بأس في ذلك البتة. وقد ذكرنا في أكثر من حلقة ذي قبل مدى الروابط والوشائج والاتصال العميق الوثيق ما بين اللغة والقانون، حتى إن القانون ما هو في ماهيته الأولى إلا خطاب لغوي منظم منضد ملزم. نعود فنقول المستوى الثاني من المستويات المتوجبة لاستخدام هذا العلم، علم الفصاحة القانونية، ألا وهو المستوى الخطابي. الخطابي أي الخطاب القانوني الشفهي. فكما هناك خطاب قانوني مكتوب، وهذا على مستوى التشريع والتنظير والتأصيل وكلها مكتوبات قانونية، كذلك هناك مستوى الخطاب القانوني الشفهي الملفوظ المنطوق والمسموع. وهذا المستوى يمثل صناعة متكاملة، صناعة الكلام القانوني، صناعة الخطاب القانوني الشفهي، صناعة المرافعة القانونية، صناعة الترافع أو المرافعة أو الخطابة أو الحديث أو الكلام، كل ما شئت، أهم شيء أنها صناعة مستقلة.